خليني أبتدي أتكلم على مجهود بيبذل الآن والرئيس أشار إليه، وهو التطوير اللي بتقوم بيه الدولة في كافة مؤسسات القضاء في تنظيم العدالة وإنجاز الدعاوى وإدخال التكنولوجيا بشكل عام. شايف إلى أي حد وصل هذا التطوير ودخول التكنولوجيا في عالم القضاء لسرعة إنجاز القضايا واسترداد المواطن لحقه؟ في البداية يا أستاذة رشا، اسمحي لي كحزب حماة الوطن أن أهنئ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقضاة مصر بمناسبة يوم القضاء المصري، ده تقديرا لدور هذه المؤسسة الوطنية العريقة المصروحة العظيمة واللي أرسط قواعد العدل وحقيقة المساواة بين أبناء الشعب الواحد. الميكنة التي تقوم بها الدولة وتحويل كل شيء إلى التكنولوجيا الرقمية ومنها مؤسسة القضاء كان شيء مهم جدا للدولة لإسراع عملية التقاضي. إحنا كنا بناخد أوقات طويلة جدا علشان نقدر ناخد حكم أو حاجة زي كده، وأن يتبنى سيادة الرئيس هذا الأمر بهذا الشكل وأن تكون أغلب عمليات الحكومة تسير في هذا الاتجاه، فهذا يعني أننا نبني دولة جديدة وهو جزء من مفهوم الجمهورية الجديدة. حقيقي يعني حتى حضرتك لو تابعت النهاردة الاحتفالية، الفيلم التسجيلي اللي اتعرض وظهرت فيه داخل العاصمة الإدارية الجديدة مدينة القضاء، يعني كانت مدينة العدالة، مدينة العدالة عفوا، صرح يعني نعتز به كمصريين وفخر لينا، يعني مدينة حقيقي متكاملة بكل جوانب القضاء بأشكاله المختلفة. يعني حضرتك شوفي إزاي فكر القيادة السياسية يذهب لأن يكون هناك مدينة للعدالة. نعم، بل وسيادة الرئيس يؤطر النهاردة بفكرة بناء القدرات الشخصية للقضاء وانتقاء المتميزين منهم، وده جزء كبير من مفهوم بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة، ودي رسالة هامة جدا أن ترعى القيادة السياسية هذا الأمر وأن يحتضن هذا الأمر مدينة العدالة في العاصمة الجديدة. فده يخلينا نبص لمستقبل مشرق لهذه الدولة إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور عمرو، عايزة أتكلم حضرتك في موضوع إحنا بنتفرج على الفيديو دلوقتي وإحنا بنتكلم وشفناه الصبح، كانت المرأة متصدرة المشهد، خليني أقول طبعا في الأماكن الأمامية في التكريم موجودة، والرئيس أيضا تحدث عن التحاق المرأة للعمل سواء بقى بالنيابة العامة أو مجلس الدولة لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال. الرئيس داعم للمرأة المصرية بشكل كبير وبتاخد حقوقها، يعني خليني أقول إن إحنا وضعنا كمرأة مصرية الآن غير السابق، لا يعني احنا في نجاحات مستمرة الحمد لله. شايف بقى في هذا المجال تحديدا دعم الرئيس المستمر للمرأة للحصول على حقوقها كاملة؟ شوف يا أستاذة رشا، يعني يمكن النهاردة كان من الرسائل الهامة تمكين المرأة المصرية الذي يتحدث عنه الرئيس طوال الوقت، وهذا التمكين النهاردة في منظومة القضاء المصرية أن تدخل النيابة العامة وأن تكون في مجلس الدولة، يعني ده حاجة تدعو للفخر أن هذه الدولة تسير بخطى قوية جدا نحو دولة عصرية قوية تقف فيها المرء جنبا إلى جنب مع الرجل، تؤدي واجبها تجاه بلدها بشكل قوي وليس مجرد كلام. المرأة ليست ديكور، المرأة في الدولة المصرية، وما يؤثر له سيادة الرئيس في تمكينها في مناحي كثيرة في الدولة هو ترجمة لما يحدث الآن على الأرض ولما حدث اليوم في تواجد المرأة المصرية في النيابة العامة وفي مجلس الدولة.
وخليني اقول لحضرتك دكتور عمرو انها حققت نجاحات، يعني طبعا اثبتت وجودها، يعني خلينا منصفين يعني لدور طبعا المرأة برضو يعني. طبعا طيب طبعا طبعا عايزة أقف عند الكلام اللي من القلب اللي طلع من السيد الرئيس النهاردة، هو طلع من القلب ودخل القلب، خليني أقول عندما تحدث عن معالي المستشار الله عدلي منصور نعم رئيس الجمهورية السابق ودوره العظيم في فترة هامة وصعبة في حياة وعمر هذا الوطن الغالي. وكلمة الرئيس وهو بيقولها، حتى تعبير وشه والابتسامة اللي على وشه والامتنان للدكتور طبعا لمعالي المستشار عدلي منصور، تقول إيه للمستشار عدلي منصور في هذا اليوم؟ مصر كلها تمتن لهذا الرجل، مصر كلها تمتن لو اغتنيت هذا الرجل في وقت من أصعب أوقات مصر حديثا. وهذه اللفتة الإنسانية لسيادة الرئيس وإنسانيته الدائمة التي بلا حدود، يعني النهاردة كان ليها تأثير السحر على الجميع، وأنا أسمعها وأراها وهو يقدر مستشارنا الجليل عدلي منصور ويقدر دوره الوطني التي لا تنساه مصر أبدا. له أعتقد إنها حاجة تؤسس للفتاتنا الإنسانية لكل من يسبقون ولكل من يأتوا بأدوارهم في الدولة وفي قيادة الدولة. أعتقد إن إحنا ثقافة التقدير وثقافة الامتنان يجب أن تسير في كل مؤسساتنا بلا استثناء، وسيادة الرئيس يؤسس لها ويؤثر لها في كل أحاديثه دائما. نعم نعم هو النهاردة كان يوم يعني كان جميل بكل طبعا المعاني، كان يوم جميل. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة وطن.